احنا اليوم بنجرب السيارة البورش الباناميرا. سيارة هذه واحدة من السيارات اللي اعزها جدا واحبها جدا. السيارة هذه فيها مميزات حلوة مرة كثير. طبعا اخذين شاصي جديد مرة جماعة شركة بورش وعملوا فيه السيارة اللي هي كان مفهومها مفهوم قديم جدا معمول من الستينيات اللي عبارة عن بورش 911 بس 4 ابواب. فعملوا المفهوم هذا السيارة الباناميرا. باناميرا برضو كان اسم مشهور لواحدة من السيارات السباق تبعت البورش اللي هي بان امريكا اللي عبر امريكا كان السباق فبان امريكا فسموها هي باناميرا فمن هنا جاء الاسم. طبعا السيارة دي تجي بما بعدة configurations زي هذه 6 سلندر بورش باناميرا. اذا دفع رباعي هذا دفع خلفي دفع رباعي يصير بورش باناميرا 4. اذا 8 سلندر تصير اس 8 سلندر دفع رباعي 4S. وبعدين في توربو اللي عادة توربو توربو اس اللي هي تجي دفع رباعي و 550 حصان 580 حصان حسب السبورت. وفي الكرونوغراف زر اضافي كمان عشان نخلي التوربو يخش الاوفر بوست عشان الواحد ممكن يعمل اوفر تيكينج سريع. السيارة واسعة. في عندنا هنا كراسي خلفية الشاصية طويل بحيث انه يكفي في مساحة رجل واسعة شوية لا بأس بيها جدا ابدا وراء. التصميم جاي انه يشيل 4 انفار بالكامل مع شنطهم شنطتين مثلا. وفي جناح خلفي بيتحرك عندنا هنا ورا حسب سرعة السيارة. الواحد ممكن يتحكم في الجناح من هنا تحت عندنا هنا زر جناح وفي زر التحكم بالتماسك في زر حق المساعدات في زر حق الجيرس الرياضي هنا التكييف بتنوعه وهنا تكييف كمان تحكم في الكراسي كل شيء. في معلومات كاملة قدام الواحد هنا العدالات في الجير بوكس. صراحة سيارة جميلة سيارة حلوة سيارة راسية وحنشوفها اليوم نجربها مع بعض. طبعا اسم شركة بورش كفيل لوحده انه يعني سيارة سباق بكل الاحوال في احسن الاحوال في اسوأ الاحوال سيارة رياضية سيارة راسية وسيارة لها تاريخها. يعني كفاية 911 لها اكثر من 40 سنة والى الان سيارة ايكونيك كار كل ما بدهم يغيروها بيزيد على الاخبار مو مقدرين يغير السيارة. وسيارة زي دي الصعوبة فين تكون انه لما الشركة تبى تطور الموديل ده او تبى تنزل بيكون صعب جدا ارضاء الجمهور حقها العاشق للسيارة دي المغرم فيها لانه ولف على السيارة بشكل معين ويبغاها بشكل معين. فعشان ترضي واحد مغرم بشيء معين وهي سيارة اصلا مبنية على مواصفات عالية والسيفتي عالية ثبات عالي صعب جدا. فعشان لازم تسوي شيء خارق للعادة شيء فوق العادة عشان تقدر ترضي الجمهور اللي متعصب للسيارة من اكثر من 40 سنة. شكلها بشكل عام ما تغير الكونفيجريشن حقها هو ومن اصعب السيارات. يعني سيارة البورش 911 الماكينة ورا فلات انجنز ماكينة مسطحة يعني الماكينة اما تيجي بخط مستقيم او على شكل 7V بالانجليزي بس تيجي على شكل فلات. طبعا بديها لو سنتر اوف جرافيتي مركز جاذبية منخفض جدا الاحتكاك بين البساتم وجدران الماكينة اقل ما يمكن لانه مع التزييد كمان يكون افضل ما يمكن. بس وجود ورا ما في هدر في الهورس باور بس ثباتها للي ما يعرف سوق السيارة دي حيكون صعب جدا انه يثبت السيارة بالطريق. لكن شركة بورش تفوقت وكان 911 توين توربو من 6 سلندر وبتطارح سيارات كثير جدا 8 سلندر و12 سلندر في عصرها.